الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلال وشكر عظيم سلطانك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده وصفيه ورسوله، ادى الامانه وبلغ الرساله وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن صار على هديه واستنى بسنته الى يوم الدين. ثم اما بعد، قلنا ايها الاخوه ان اصل الفتن وصناعه الفتن، اصل صناعه الفتن من الشيطان، لان هذه الفتن تدخل في اطار الوسائل، وسائل الشيطان لتحقيق مشروعه في الإنسان. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا قد قص علينا قصة إبليس لعنه الله. القصة الأولى، ما حصل له في بداية الخلق وما حصل له مع أبينا آدم عليه السلام، وهذه القصة التي تكررت في القرآن الكريم مع زيادة في التفصيل في بعض الصور، هي لم تقص علينا فقط للتسلية ولكي نحكي بعض الأساطير ولا للترفيه، وإنما الله سبحانه وتعالى دائما كانت تعقب هذه القصص الوصايا من الله سبحانه وتعالى، لئلا ننسى أننا في دار الابتلاء محاطين بعدو يرانا ولا نرى، عدو نذر نفسه طلب من الله الإمهال والبقاء في الدنيا، ونذر نفسه لأمر واحد أن يضل ذرية آدم وأن يهلكهم وأن يأخذهم معه إلى الشقاء وإلى العذاب، إلى الشقاء في الدنيا وإلى عذاب الله وسخطه في الآخرة. إذا هذه أمر يجب أن لا ننساه. الأمر الثاني، أن الله سبحانه وتعالى رحمة بنا أولا نبهنا إلى هذا، ودلنا كذلك على خطط الشيطان، على الخطوط العريضة لهذا مشروع الشيطان، كيف سيصل الشيطان إلى هذا المبتغى دياله، وكيف سيحقق هذا المشروع دياله. فتكلمنا في الأسبوع الماضي على جزئين من هذا الأمر، من هذا المشروع الشيطاني. تكلمنا عليه، على ماذا يستفيد الشيطان، والأخطر والأعجب، وأن إبليس كما قص الله سبحانه وتعالى قد أعلن نيته وأعلن الخطط العريضة لخططه لكي يصل إلى هذا المشروع ولكي ينجح في هذا المشروع، مشروع الإضلال. والله سبحانه وتعالى دلنا على ذلك، ودلنا كذلك على الأسباب التي بها نخرج من حبائله وننجو من هذا المكر وهذا الكيد العدائي لإبليس. الله سبحانه وتعالى دلنا عليه في آية كثيرة جدا وأوصانا، وقلنا في الأسبوع الماضي أن الله سبحانه وتعالى هنا في الدنيا عهد إلينا عهدا، قص القصة في بداية سورة الأعراف مثلا، ثم بعد ذلك قال لنا سبحانه وتعالى قول الرحيم الرحمن، قوله سبحانه وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزل عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. ثم بعد ذلك نجد كذلك في سورة الكهف أن الله تعالى يوم القيامة يعاتب هؤلاء الذين اتخذوا الشياطين أولياء واتبعوهم واتبعوا سبيلهم واستجابوا لدعوتهم، فيقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان، ألم أعهد إليكم
وهذا في وقتين. إذا لم نعمل بالنصيحة الأولى فإن هذا اللوم هو زيادة في التقريع وفي العذاب يوم القيامة، لأنه لم تعد هناك فرصة للانتفاع. الله تبارك وتعالى بين لكم كل ذلك. تعالوا بنا اليوم أيضا نرى في مشهد من هذه المشاهد التي قصها الله سبحانه وتعالى كيف أن عدو الله إبليس يتبجح بالإعلان صراحة عن مشروعه وبتوعد بني آدم بما ينوي فعله بهم. قال سبحانه وتعالى في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا أيضا من التحذير الذي جاءنا من ربنا سبحانه وتعالى رحمة بنا. لماذا؟ باش يبين لك ما هي الغاية الكبرى للشيطان. تعرفون أن الشيطان مشروعه في كل واحد منا من بني آدم، هذا مشروع الأهداف دياله هي متدرجة، الأهداف دياله متدرجة. شنو الهدف الأكبر؟ الهدف الأكبر إن وصل بك إلى الشرك والكفر فلم يعد بعد الشرك والكفر دل، ولا ينفع مع الشرك والكفر حسنة أو طاعة. إذا وصل بك للحد ديال الشرك أو الكفر بالله، ما يهمه بعد ذلك واش كتعمل الخير ولا كتعمل الشر. بعض الناس يشركون بالله سبحانه وتعالى ثم تراهم يتبجحون، أو ترى وتقرأ على مواقع التواصل الاجتماعي من يدافع عنهم فيقول لك هؤلاء نفعوا الإنسانية، كيف تقول عنهم كذا وكذا وكذا، هؤلاء نفعوا الإنسانية. قرأت كم من مرة بعض المتفقهين وبعض الناس الذين المتثاقفين الذين يتكلمون بالمنطق فيقول لك كيف تقولون إن مثلا معينا شخص معين مثلا الشخص الذي اخترع المصباح، الذي ينسبون إلى اختراع المصباح أديسون مثلا أو كذا، قل كيف تقولون إن أديسون مثلا إن كان مات على الكفر وعلى الشرك وعلى عقيدة غير عقيدة الإيمان أنه في النار، كيف تقولون على ذلك وهو الذي تسبب في إنارة العالم كله الآن بشوارعه وبيوته وكذا وكذا بما اخترعه، وكأن الجنة من الكون، وكأنهم هم حسب هواهم وميزانهم الذي يضعونه هم يريدون أن يدخلوه الجنة. لماذا؟ حيث هو اخترع المصباح أو حيث انه وغيرهم كثير. أنا أقرأ كثير من الأحيان بعض الناس يعرضون بعض الأسماء، واحد اللي عاش العمر ديالو كله في تنتنا في الموسيقى والغناء وتهييج النساء والرجال أيضا والمراهقين على الزنا بكلماته وبأغانيه وبوصف مفاتن النساء وغير ذلك، عاش عمره على هذا وعاش عمره يحيي السهرات والأعراس والحفلات للعرايا والعراة والزنات ويقرب المسافة بينهم لتقع كل هذه المعاصي، ولأنه يعجبه هو في هواه وكأن الجنة ملكه. يقول اللهم اجعله في الفردوس الأعلى، رحمه الله، الله يجعله في الفردوس الأعلى. يا سيدي الجنة ليست لي وليست لك، لا أنا الذي أدخل لها ولا أنا الذي أخرج منها، ولا أنت تدخل لها ولا أنت تخرج منها، هي لله وصاحبها ومالكها وربها هو الذي يحدد الميزان الذي يوزن بها به من يدخل ومن لا يدخل، لست أنا ولا أنت. ولا تقول لي الجنة ليست ملكك، ماشي أنت اللي غتدخل الجنة ولا تخرج. صحيح كلامك، ولكن حينما أقول أنا فإنما أردد وأقول بناء على قول ربها وصاحبها، ولم يقول لم يقول مول الجنة، رب الجنة يقول لك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ونجي أنا بذلك وكنقول لك هذا المشرك إن لم يتوب ومات على هذا الشرك لا يدخل الجنة، ما تجيش تقول يا وتتقول تقول تقعد حبسه
انا ماشي انا اللي حبسته، انا ما نعرفش المصير ديالي، وما ادري. النبي صلى الله عليه وسلم قال لله تعالى قل لهم وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، كلنا عبيد لله لا نتأذى على الله، لكننا نقول بقول الله بقول صاحبها، وانت لا تقول بقول صاحبها. لما دكت العب كانت خطة على الاهواء ديالك، علاش هذا حكمت عليه قلت هذا فلان الله يقص عظامه في الجنه الله يجعله في الفردوس، علاش كيعجبك كيعجبك انت، اما يعجبك هناك تمثيله بضحكه بنوكاته وبغيتك انت بحسب هواك كانها ملكك وانت اللي غتدخل ليها وتدخله بميزانك انت، لا الميزان لي ولا لك، ولصاحبها ولربها، وهو الذي يقول واذا قال فقوله الحق ونحن نقف عند قوله. ودائما كنقولوا بان ملي كتشوف ان عمل الله تعالى توعد صاحبه شيء معتقد او عمل توعد الله صاحبه بان انا اقول هذا، اذا رايت من فعل ذلك العمل اقول ان مات على هذا، لان ما ادري، وان عدد احدكم يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. والله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الذين قاتلوه والذين خانوه من المنافقين قال له ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. اذا الامر لله من قبل ومن بعد، لكن الله الذي الامر له هو الذي يقول، اذا قال امنا بقوله وقلنا بقوله ولا نحدد معينا ولا ندري بما يختم لهذا ولا هذا. فاذا قلنا بان عدو الله ابليس تبجح، والقران يروي لنا هذا الهروب، ما يسمونه الهروب الى الامام، شنو الهروب الى الخلف؟ الله تعالى فروا الى الله. ما معنى فروا الى الله؟ اذا اخطات في جنب الله سبحانه وتعالى وعصيته ثم استفقت وذكرك من ذكرك وصفعك من صفعك وجهتك التذكرة فعرفت أنك أذنبت وأخطأت، ماذا عليك أن تفعل؟ لا تهرب من الله، لا تأخذك العزة بالإثم وتدافع عن الخطأ وتقول هي درتها كنت تحمل مسؤوليتها وأنا مقتنع بها، لا، هذا الهروب إلى الأمام، الهروب إلى الهلك. اهرب الى الله ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. ان تهرب الى الله اخطات، نعم ربي اني اذنبت فاغفر لي وترجع الى الله سبحانه وتعالى، ربي اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي كما فعل ابونا ادم. لكن ابليس خطيئته التي هي اكبر من خطيئه العصيان الاولى هو التكبر، وأنه هرب إلى الأمام بدل أن يهرب إلى الله تعالى بالتوبة، هرب إلى الأمام وتبجح وأخذ يبرر. اش كيدير؟ كيبرر. ردوا بالكم، راه إبليس يأخذ بني آدم بما أخذ به هو، المطبات التي وقع فيها هو كيحاول يحنحن فيها. فلذلك تجد ان هذا الشيء عند كثير من الناس وهو التبرير، تبرير الذنوب والمعاصي. اذا اذنب ما يقولكش بانني اذنبت، لكن كيبدا يصنع لها بالفلسفه وبالهضره وكذا يصنع لها ما يبرر بها ذلك الخطا، سواء كان ترك طاعه او اتيان معصيه من ابسط الامور والسنن، شيء ابسط، كل السنن ذات أهمية، ولكن الأمور التي نبتدئ بها وإلى أعالي الأمور. أعرف أحدهم نبهه، هذا الأمر كذلك سهل، نبهه أحدهم يأكل معه على مائدة، على مائدة الغداء، فنبهه أحدهم قال يا فلان كل بيمينك، رجل كبير ماشي صغير ماشي طالب ديال التعليم، ويأكل بشماله، قال له كل بيمينك. فأجابه هذا راه أستاذ وكذا وكذا، ماذا أجاب؟ قال له لا، قال لي خلي كل باليمنى، قال لي لا لا لا، واليسرى أخت اليمنى، وأكمل أكله بيد اليسرى بالعناد.
إذا نحن أيضا نقع في موقع في إبليس في أمور صغيرة وأحيانا في أمور كبيرة جدا إذا إبليس وقع ورب سبحانه أحكمنا ومن بين الأمور من بين هذا المنهج التبريري شنو المنهج التبريري هو أنك تصنع المبررات الخطأ درتي شي مصيبة وتصنع عليها المبررات لا ورحيت إنا ولكن الزمن تبدل وكل ما كانش كذا ولو كان كذا ولو كان حنا في هذا الزمن ديالنا كان هناك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ما كاين باس بدا يعطي هذه التبريرات معينه أولا الان بدات الظروف اكبر لاحظوا في المواقع ديال التواصل الى اخره هذه المتفقين الذين لا علاقه لهم لا بالقران ولا بالسنه ولا بالعلوم ويدعون وكيبدا كيتكلم غير من عند راسه كانه هو الرب يشرع هو الذي يشرع من عنده ويقول لك هذا هو الدين ويرد يرد الاحكام المؤصله من كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم يردها ويتوقع على شي 700 هذا كلام ديال الكهنوت غير بحول ما تسمعوليش انا نقول لكم انا الذي اقول لكم من اين اتيت من راسي من هواه من شهوته ويدعي هكذا وقع لإبليس وهكذا يوقع إبليس الناس بهذا التبرير هذا المشكل ديال التبرير خطير جدا إذا كان الإنسان لقاه في نفسه فليحاربه خطأتي قل أستغفر الله وأتوب إليه نبهك واحد الخطأ ديالك وغيكون عدو ديالك لا شي مرات شي واحد كيشير لك شي عيب فيك ولا خطأ فيك ما شغلك أنت في النية ديالته يقدر يشير لك العيب ديالو العيب اللي فيك هو ما نيتوش النصيحة والإصلاح نيتو ينقص منك يطيحك المعنويات ديالك ها فرعون لما جاء موسى يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى ماذا قال فرعون لموسى؟ قال ألم ربك فينا وليدا وفعلت فعلتك التي فعلت يذكره بماذا؟ يذكره بالنفس التي قتلها موسى قبل ذلك لما موسى قال الله سبحانه وتعالى فوكزه موسى فقضى عليه علاش باش يطيح ليه المعنويات ديالو ياك ولكن عدوك يمكن يسخر لك الله تعالى هو بغي يعيرك يسخر لك الله تعالى باش يبان لك شي حاجه اسمع ليها قول هذا الكلام واخا هو عدوي ونيته ما مزياناش ولكن خصني نفحص راسي هل الشيء اللي قال واش كاين ولا ما كاينش إذن يقول الحق سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا إيش كنسميوه باللغة اللي ولينا الآن كندولها اليوم هذا الخط الأحمر كتسمعوا دابا هذه الكلمة الآن ولا طريجة بزاف في الأخبار في كل شيء يقول لك شيء مسألة معينة هذا خط أحمر يعني هذا الذي لا تساهل فيه ياك إذا الشرك هو غاية المنتهى إبليس إذا ما نجحش معك في الشرك عاد كينزل معاك الدرجات من المشتك في اي مستوى من المستويات حد ابن القيم مثلا كيحدد واحد المراتب سبع العمل تاع ابليس او لاستهداف ابليس الانسان تبدا اعلاها الشرك الى ما نجحش البدعه الى ما نجحش
الكبائر الى ما نجحش، الصغائر الى ما نجحش الصغائر كيدوز المباحات ان يشغلك بالمباحات والاسراف فيها، الى ما نجحش المباحات كيمشي لك ان يشغلك الى غتشغل غتشغل بالحسنات يشغلك بالعمل المفضول عما هو افضل به. الى شاف ولا بدا تمشي للحسنات كيحاول يشغلك باش الحسنه اللي اجرها صغير باش ما تمشيليش للحسنه اللي اجر ديالها كبير. فهمتيني؟ هذا التدرج، ولكن في اي مستوى من هذه المستويات تمكن منك كيحاول يطلعك للمستوى اللي كبر منه، ودائما عنده الطموح الى اخر لحظه من حياتك انه يتدرج فيك حتى يوصلك لاش للشرك للدرجه العليا. ولذلك الايات باش بدات هنا اول شيء الفصل، ان الله لا يغفر ان يشرك به، هذه الاولى. وقال الله سبحانه وتعالى في الايه الاخرى مثلها ولكن الصيغه ديالها كذلك او العباره ديالها شديده جدا، ولقد يقول الله تعالى لما لخيره خلقه لمحمد صلى الله عليه وسلم وللانبياء ولقد اوحي اليك يا محمد، يعني محمد انك البلوغ هو حبيب الله واحب الخلق الى الله وسيد الخلق، ياك اصطفاه الله واختاره، ومع ذلك نرجو الموضوع ديال التوحيد ديال الشرك لا فصال فيه ولا مجامله ولا مناقشه، ماشي حتى هذا حبيب الله سبحانه وتعالى فيه تساهل في الموضوع، لا ابدا. ولقد اوحي اليك يا محمد، ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك اي من الانبياء والمرسلين لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفهمت اذا كان هذا هو الميزان مع من؟ مع سيد الانبياء والرسل ومع من بعده من الانبياء والرسل، فكيف هو فهو الحال مع عامة الناس وعامة بني ادم؟ لا نقاش في الموضوع ديال الشرك. جاتنا الايه كتقول لك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فيه فرصه فيما دون ذلك لمن يشاء. طيب هذه الايه عندها علاقه باش بالمشروع الشيطاني، لماذا؟ لان الايه التي بعدها تقول اردوا بالكم الشرك راه الناس غالطين، العباده مفهوم العباده ومفهوم الشرك ومفهوم كذا الناس غالطين فيها في هذا الزمان، خاصه العرب كي كانوا كيفهموا اللغه العربيه وكانوا كيفهموا القران احنا بعدنا عليه بزاف، غالطين. واحد كتلقاه غالط في الشرك وتيقول لك انا عمري ما شركت لانه ما فهمش معنى الشرك. سأعطيكم مثال في الآيات اللي قريناها اللي تكلمنا على من قبل سورة الأنعام اللي جات كتكلم على المحرمات من الأنعام وعلى التشريع وعلى هاد المشركين اللي كانوا كيشرعوا من دون الله فيحرمون بغير إذن من الله سبحانه وتعالى، ياك؟ في هذه الآيات جاء قول الله سبحانه وتعالى كيقول الله سبحانه وتعالى لا كيقول الله سبحانه وتعالى في هذه في هذا هذا السياق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. قبل منها كيقول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لأن جات باب ديال الحلال والحرام. قبل منها جاء الله تعالى كيبين الحلال، قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم مؤمنين وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا ليضلون باهوالهم بغير علم ان ربك واعلم بالمعتدين. ثم يقول الحق ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، انتهينا. وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم، يجادلكم فاش فيما حرم الله فيريدون ان يحلوه لكم، ورواه بحال هاد الناس اللي طالعين دابا الان في مواقع التواصل الاجتماعي، هاد المتعالمين الجدد الكذابه الجدد الدجالين الجدد لما تركوا حراما
مقطوعا بحرمته الا داروا فيه المراجعه والاستئناف. قالت لا 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 ما كاينش هذا، شنو اللي قالكم حرام؟ الخمر فيه اللي يطلع تيقول لا توجد ايه تحرم الخمر. الخنزير فيه اللي كيقول ما كاينش قطع للتحريم ديال الخنزير، جميع المحرمات. الربا فيه اللي جا كيقول لا 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 ليس هذه المعاملات اللي موجوده الان وهذه القروض وكذا بالفوائد والى اخره، ليست ربا وليست حرام. هذا الكثار اللي كيتكلموا اليوم بهذا المنطق. وان الشياطين، والشياطين غادي يخرجوا بوجاه ويطلعوا في القنوات التلفزيونيه ويطلعوا في اليوتيوب، لا يوحون الى اوليائهم ويدفعونهم، يتكلموا هما بما اوحي اليهم بالافكار التي يحوى عليهم الشياطين، انهم اولياء الشياطين، ليجادلوكم. طيب وان اطعتموهم زد انكم لمشركون. اذا طاعه من يحل ما حرم الله واتباعه في ذلك شرك. اذا الشرك ماشي حتى تجيب وتر بحال هبال ولا بحال لات اللي كانت عند قريش وتبرك قدامها وتبدا تدعي فيها ولا تطلب فيها، هذه الصوره القديمه، ولكن هذا الصور ديال الشرك. ان يحل احد لك ايا كان ما حرم الله، ما ثبتت حرمته وحرمه الله، ثم تقبل منه وتتبعه على تحريمه. سمعت هذا الكلام من كثير من الناس. كان يقول له يتحرى في الحرام الحق لا سينا انا اللي عطوه ليا كيتبعه وجوده في الحوانت وفي السوبر مارشي وكذا، انا ناكله، انا ماشي شغلي انا. اذا هناك من يحل لك وانت تتبعه، هذا لون من الوان الشرك. فلذلك موضوع هذا مقطوع به. طيب هذا الشرك له من اهداف الشيطان، اذا الحديث هنا كذلك تحذير من خطط الشيطان، من اتباع الشيطان. فيقول الحق سبحانه وتعالى بعد هذه الايه لما قال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ما هو حال هؤلاء الذين يشركون؟ ان يدعون من دونه، دون من؟ دون من؟ دون الله. لما يشرك الانسان إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريضا. هذه قاعدة، قاعدة. كل من حاد عن عبادة الله وقع في عبادة الشيطان، غير أن عبادة الشيطان، لأن الشيطان عدو الله ليس ربا ولا إلها، ولذلك عدو الله هو يقنع بالعبادة المقنعة. ما من صنم يعبد ولا شخص ولا هيئة تعبد بخلاف ما أمر الله إلا وراءها شيطان، والشيطان كيقبل أنك تجي أنت كتعبد هذه الهيئة ولا المؤسسة ولا هذا الصنم ولا هذا الوتر، وهو متخف وراءه. إن يدعون من دونه يوما ما ستكتشف بأن كل هذه الهيئات والمؤسسات اللي كتحرك لإضلال الناس وإبعادها كلها عندها واحد تنظيم هرمي وعنكبوتي وعلى راسه المخطط الاكبر هو الشيطان. هؤلاء جند ينفذون على مستويات متعدده، على مستويات متعدده من التنفيذ، لكن على الراس الاكبر هو ابليس، صاحب المشروع، صاحب كل مشروع اضلالي في الارض وافسادي. اذا تبعت الخيط ديالو ستجد ان منتهاه الى من؟ الى ابليس، هو صاحب المشروع ديال الاضلال وديال افساد الارض كلهم بكل راياتهم وبكل اصنافهم. ولقليل ان يدعون من دونه الا اناثا ويدعون الا شيطانا مريدا. ويذكرك الله تعالى بما جاء في عده ايات وصور من هذا الحرب ديال ابليس عليك واستهدافه لك للناس في غمره حياتهم سوا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. عدو الله في اليوم الاول، في القصه الاولى اللي الله قص علينا عباد الله، هذا عدو الله كان واضحا وتوعد امام الله وتبجح، قال فانظرني الى يوم يبعثون، قال فانك من المنظرين، قال فبما اغويتني. وبدا يتوعد من اللي غتمهني، اش غندير واش غندير واش غندير، ها هو المشروع ديالي. هنا
في كل صورة جاء وصف خطوات هذا المشروع الشيطاني، جاء وصفه وصفا معينا بشكل من الأشكال. المفروض أننا نجمعها كاملة إذا بغينا نعملوا دراسة كاملة. في هذه الصورة، هذه صورة نساء، انظروا إلى هذا الوصف، انظروا إلى هذا الترتيب. قال: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي عدو الله يتوعد ويتبجح أمام ربه بدل أن يتوب وأن يطلب من الله سبحانه وتعالى العفو. لا، كيتحدى ويقول لي: أرأيت هذا الذي كرمت عليه؟ لا أحتنكن ذريته، غتفرض الذرية ديالته، ماذا ستفعل به؟ هنا قال لك: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي سآخذ من عبادك نصيبا نسبة منهم تعبدني أنا. كيف تعبد الشيطان؟ ماشي ضروري أنها تكون عبادة صريحة، أنهم عارف الرسل، كاين صحون أن كاين عباد الشيطان بس اللي كيآمنوا فعلا بأن يقولون كلاما كلاما في المحافل، لأن إبليس كان عنده الحق ملي جحد الله سبحانه وتعالى، وأن إبليس عنده الحق، وأنهم يدعون بأنهم يعبدونه، والعياذ بالله صراحة هذا النوع ظهر. ولكن عند عامة الناس العبادة ليست دائما هي الصلاة والركوع والسجود، العبادة هي الطاعة والاتباع والموالاة. إذا تصاحب مع الشيطان ودير لك الشيء اللي بغاه، هذه عبادة الشيطان. لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، علاش باش يقول شي العباد؟ لأنه هو يعلم أن في عباد لله لا يمكن أن يأخذه، ولذلك استثنى وقال: إلا عبادك منهم المخلصين. ولذلك الحق سبحانه وتعالى كذلك قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الذين يعبدونني بإخلاص هؤلاء لن تستطيع أن تأخذهم معك في هذا الضلال وفي هذا الطريق ديال المشروع. طيب، لننتهي إلى المشروع: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اسمعوا إلى هذه الأفعال: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. من الاجتهادات ديال بعض المتدبرين للقرآن الكريم جزاهم الله خيرا أنه قال: انظر إلى هذه الأفعال، هذه الترتيب ديالها ليس عشوائيا، وإنما هو الترتيب ديال التدرج بالبشرية التي اتبعت الشيطان في هذه الخطوات. والواقع الذي نعيشه اليوم وما تدرجت فيه البشرية وما وصلت إليه يؤكد ذلك. الخطوة الأولى شنو؟ ولا أضلنهم. ما هو الضلال؟ علاش قلت لكم بأن احنا المشكلة اللي عندنا أننا احنا ما بقيناش نفهموا العربية. العرب كانوا هذه الكلمات كانت عندهم متداولة، كانوا أميين ولكن هذه لغتهم، والقرآن نزل بلغتهم فكانوا يفهمونها وكانوا يستعملونها. احنا بالله عليكم احنا دابا كنتكلموا بالعربية أو لهجة من اللهجات المتفرعة على العربية، بحال العامية المغربية ولا المصرية ولا كذا. واش باقيين كنستعملوا كلمة ضل ولا أضل؟ مابقيناش كنستعملوها، مابقيناش كنستعملوها. اش كنستعملوا حنا؟ حنا كنستعملوا مثلا دابا إلا شي واحد لقيتيه ما عرفش الطريق، ما عرفش فين غادي، اش كتقول عليه؟ تلف. ها؟ ولات عندنا لغة أخرى، اخترنا كلمات أخرى هي اللي ولات متداولة، تلف. كنقولوا مضر. تلف مضر. إذا أول شيء في صيد عدو الله للإنسان شنو هو؟ الإضلال. شنو هو الإضلال؟ الإضلال ماشي أنه يأخذ في الطريق ديال إبليس، لا، غير يتلفوا على الطريق اللي تخلق باش يمشي فيها في الأصل، في البداية. ولذلك هاد الجند ديال الشيطان اليوم عن طريق الإنترنت كل شيء يشتغلون على ماذا أولاً؟ على ماذا؟ لا يدعون الشباب، وليداتنا وليداتكم والشباب اللي داخلين هذه المواقع، لا يدعونهم في البداية إلى سبيل الشيطان. يمكنش واحد وليد باقي على فطرة ويبداو معاه من النهار الاول يقول له في الموقع يقول له: دوما حنا بغيناك تنضم لينا الى هذا الموقع، سجل سميتك وكذا وكذا، اش غديروا؟ راه حنا غنمشيو في واحد الطريقه غادي نعبدوا الشيطان وغادي نذبحوا المشاش في الروضات قربانا لابليس
ودوا ديروا حفلات عالية، ها راه كاين هذا الشيء أصبح موجودا، ولكن ما يمكنش يطرحوا على 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 واحد الإنسان على فطرة الشر من أول يوم، سيرفضوه. لكن أول شيء هو الإضلال. شنو هو الإضلال؟ ويتسلفوا على القبلة، نقولوا هنا يتسلفوا على القبلة. ها أول شيء كيضربوا ضربة للإنسان يولي كيترنح، يولي ما يعرفش الشمال من الجنوب من الأمام من الخلف. كيف باش؟ باش كترى هذه الإنسان؟ باش؟ بالشبهات. بالشبهات. ياك؟ الطبيب إلا بغى يقلع شي ضرس، أو هذوك اللي في السوق اللي كيقلعوا الضرس، شنو هي الخطة ديالهم؟ واش كيجيب الجرار؟ لا. أول شيء اللي كيسلطوا عليها هو الخلخلة. خذها يمينا وشمالا وأماما وخلفا حتى تولي من قاطعة على الجذور ديالها تحت ليها، حتى كتولي ما شاداش في الجذور ديالها. ملي ما كتبقاش شادة في الجذور ديالها كيقول لك صافي سالينا، ما بقى لك والو. ها؟ يقدر يعمل شوية ديال الطول يشدو عليها يقول لك صبر صبر طق شاد. لكن في البداية لو أمسكها بالقطن أو أن يجرها ما يمكنهاش بزاف. ما الذي يحصل؟ الخلخلة. كيف تحصل الخلخلة؟ إنسان على فطرة كتلقى واخا تلقى هذا هو اللي كان عندنا في المجتمع، ملي ما كانش هذا الفتان وهذه الشبهات، جميع الناس أميين ما قريش، كثير ناس في المجتمع لا يصلون ولكنهم يؤمنون بالله إيمانا عميقا، ويؤمنون بأن الرزق يأتي من الله، وإذا لم تأتي الأمطار في أول الموسم الفلاح يقول لك ما لنا غير الله. لين عندهم شي حاجة يعرفون الطريقة المعينة. إلى أين نسير؟ سول الناس في البادية، ما قارين ما والو، ما هو دكاترة، ما قارين ما والو، أي واحد كتسولو كينشئ لا تناقشوا في هذا الموضوع. نحن عبيد الله، من أين شئنا؟ خلقنا الله، إلى أين ذاهبون؟ سوف نموت جميعا ثم نرجع إلى الله، ثم الله يحاسبنا ويدخلنا إلى الجنة وإلى النار. الطريق واضحة، خريطة الطريق واضحة. أول شيء في الشبهات والمشروع الشيطاني ولا أظن أنهم أنه يخلخل عن الشباب هذا خطير الخريطة ديال الطريق، فيرميهم بالشبهات حتى يشك في كل شيء، يشك في وجود الله، ويشك في أن هناك بعد الموت، ويشك في والديه، ويشك في نسبه، ويشك في كل شيء، فيصبح بدون جذور. ويكملوا عليها في المشروع أنه لا في البيت ولا في الإعلام ولا في المسلسلات ولا في الشبكات العنكبوتية لا يعطونك شيئا هذا الجديد عن تاريخه وعن هويته وعن من أين جاء ولا عن أجداده. هو غير محطوط بحد درسان اللي كما قلت لكم اللي ما عندهاش الجذور يمكن اقتلاعه في أي وقت. إذا صارت هكذا متخلخلة غير متماسكة هنا فقط يسلطون عليها من يتصيدها ويقتلعها ويدخلها في مسار معين من مسارات الشيء. إذا أول شيء كما قال عدو الله تعالى في توعده قال لا أضلنهم. أول شيء نتلفهم. لماذا لا أضلنهم؟ لماذا؟ هل كانوا مهتدين قبل ذلك؟ نعم نعم، جميع البشر يولدون مهتدين. اخذوا بالكم، جميع البشر. في الحديث القدسي الذي رواه مسلم كيقول فيه الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء بالفطرة موحدين يعرفون الله، فاجتالتهم الشياطين، جت الشياطين فحرفتهم عن هذا المسار ديال التوحيد. إذا كانوا مهتدين بالفطرة، فجاءت الإنسان اللي كيتخلق في هذه الدنيا كيلقى شبكة شيطانية حوله، في بيئته، في مجتمعه، في مدارسه، في كل شيء. ماذا تفعل به؟ هذه تشتغل شغل الشياطين وبأمر من الشيطان وفي إطار المشروع الشيطاني، تجتاله أي تخرجه عن الخط الذي هو فيه خط الفطرة. الناس يخلقون أصلا مهتدين. الأنبياء والمرسلين ما جاءوا لينشئوا التوحيد في الأرض، لأن التوحيد أصلا موجود بالفطرة في البرنامج الداخلي اللي تخلقنا به، احنا موحدين. ولكن الأنبياء جاءوا ليردوا الناس إلى الأصل
بعد أن ينحرفوا عنه. هذه مهمة الأنبياء والرسل، هذا هو الإصلاح. الإصلاح رد الشيء إلى أصله. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى أحسن كل شيء خلقه، وإن الله تعالى خلق كل شيء على الصلاح. قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الأرض أصلا متوازنة وصالحة، وهذه المشاكل اللي كيتكلموا عليها الآن ديال فقدان التوازن الطبيعي وتدهور الطبيعة والتلوث، من الذي أحدثها؟ الإنسان. وإن التوازن الله خلقها متوازنة، الإنسان خلقه الله تعالى متوازنا موحدا بالفطرة، فانحرف. فماذا يأتي الشيطان؟ ماذا يفعل؟ لا أضلنه. أول شيء أن يضله عن الطريق الذي يجب أن يسلكه في هذه الحياة. من أين جاء؟ وإلى أين يسير؟ وما هي غاية خلقه؟ وما هي نهاية الوجود ديالو في هذه الحياة؟ ما الذي سيكون معناها؟ يخليه لا يدري شيئا من هذا. هنا يصبح فارغا ومستعدا لأن تتصيده شباك الشياطين في الأرض. إذا أيها الإخوة، أنا أتوقف عند هذا إن شاء الله لأن الوقت خطفنا. أول شيء، أول مرحلة في هذه الخطة الشيطانية اللي تكلمنا عليها اليوم شنو هي؟ ولا أضلنهم. بقي لنا أن نتكلم ولا أمنينهم، سنتحدث عن الأمان وسنتحدث ولا أمرنهم فلا يمتكن أذنا العبد، ثم بعد ذلك ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. وهذه هي المرحلة اللي أصبحت واضحة وطافية الآن في المجتمعات الغربية وتصدر إلينا الآن، وتصدر إلينا بشكل كبير. إحنا راه جاي كيقولوا بأن الصهد، إحنا يلا وصلنا الصهد، ولكن العافية جاية طالعة والعياذ بالله جاية طالعة في المجتمعات الغربية الآن. الآن سنة قوانين غير اليوم أو أمس أسمع عن قصص ديال الناس من إخواننا اللي هم ساكنين في المهجر، أن الطفل رفض في المدرسة دي رفض من المعلمة اللي كتعلمهم بأنك أنت راك ما أنت لا ذكر ولا أنثى، أنت إنسان، والآن عندك القرار ديالك تتخير واش بغيتي تكون إنسان ألف ولا إنسان باء، وسميتك تخيرها، تسمية اللي عندهم والديك راه عندك الحق قانونا الآن أنك تخيرها. كانت سميتك سعيد بغيتي تبدل الفاتحة ما عندناش مشكل، قانون اللي يمكن يغير والدك، عبر على رأيك. لكن واحد وليد بالفطرة ديالته قال لها لا ماما علمتني وقالت لي بأن لا، بأنني أنا ولدت وأنا اختبرت وأننا خلقنا الله أصلاً. اتخذت ضدها الإجراءات القانونية لسحب الطفل من والديه وإلحاقه بمؤسسات ديال التربية ديالهم. تخاف بهم الوليد، رغم الآن باقي في الإجراءات القانونية. وهذا حدث وتكرر. احنا في هذه المرحلة ديال ولا يغيرن خلق الله، احنا وصلنا لها، ولكن كل مذكور في القرآن وهذه المراحل كلها مذكورة. سأل الله سبحانه وتعالى يهدينا وإياكم سبل الرشاد، ويغفر لنا وإياكم من ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسلمنا وما أعلنا إنه سميع مجيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.